مشاهدينا الكرام، لتعليقه على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير العسكري العقيد احمد حماد. اهلا بكم سياده العقيد. بدايه، المتظاهرون يقولون ان الغازات التي تطلق عليهم تسبب تشنجات واصابات بحاله تشابه الهستيريا. الى اي مدى يمكن ان تكون هذه الغازات هي غاز الخردل كما يقول المتظاهرون؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللساده المشاهدين. غير مستغرب من هذه العصابات أن تستخدم الغاز السام، إن كان غاز الأعصاب أو الخردل أو الزارين أو الفوسجين أو كل هذه الأنواع التي تتوفر لدى هذه الأنظمة القمعية. أما غاز الخردل في الاسم فهو يؤدي إلى ظهور بثور صفراء عندما يتم استخدامه، ينشر رائحة كرائحة الثوم أو البصل، وهو يؤثر في الحروق، يشكل حروق وقيح، كما أنه يسبب تشنج في الجسم وتهيج في العيون وعمى مؤقت وتيلان بالأنف وسعال وضيق تنفس وألم في الجيوب الأنفية. كذلك يؤثر على المعدة والبطن، وإذا كان استنشاق جرعة أكبر من المتوقع فإنه يؤدي إلى الموت والتقيحات ويؤثر على القلب وعلى سيادة العقيد. ما دلالات أن تستخدم حكومة هذه الأنواع من الغازات التي كما يقول المتظاهرون أنها غازات أدت إلى حدوث هذه الإصابات ضد متظاهرين سلميين عزل يطالبون بحقوقهم؟ ما دلالات أن تستخدم حكومة هذا النوع من الغاز ضد شعبها؟ ليس غريبا من هذه الأنظمة أن تستخدم هذا النوع القاتل أو السلاح المحرم دوليا، فقد استخدمه نظام الأسد من قبل مرات ومرات بحدود 300 مرة، ولكن المجتمع الدولي لم يتوقف عندها وتجاوز كل هذه الجرائم الكبيرة بحق المتظاهرين أو بحق الناس العزل. والحكومة العراقية تنهل من نفس المدرسة التي ينهل منها بشار الأسد، هي مدرسة ملالي قم التي تريد قمع المتظاهرين وإرهابهم وإخراجهم من هذه المتظاهرات. هي زيادة الجرعات بعد القتل في الرصاص والخطف والدعس بالسيارات، اليوم يبدأون باستخدام الغازات السامة أو غاز الأعصاب من أجل خروجهم ومنعهم وإرهابهم وتخويفهم حتى لا يخرجون. ولكن أتوقع بأن الشعب في العراق اليوم تجاوز كل هذه المخاوف وبدأ مرحلة جديدة من أجل هناك أحاديث بين الناشطين تقول إن إيران هي التي زودت الميليشيات بهذه القنابل الغازية. إلى أي مدى تبقى احتمالية هذه الفرضية مقبولة في ظل سابقة لإيران في هذا الشأن في سوريا تحديدا؟ بالنسبة لإيران هي اليوم هي التي تسيطر على العراق، تسيطر على اليمن عن طريق الحوثيين، تسيطر على لبنان من خلال حزب الله الذي بدأ ينزل شبيحته والبلطجية باتجاه المتظاهرين في بيروت وفي مناطق أخرى، كذلك في سوريا واليوم في العراق. اليوم لا أتوقع بأن إيران ستسلم مفاتيح العراق للشعب العراقي بهذه السهولة. لا يمكن لإيران أن تخرج من سوريا أو لبنان أو اليمن أو العراق أو أي مكان إلا بالقوة أو بالضغط الهائل بشكل كبير. لذلك هي التي اليوم التي تسيطر على العراق، هي تزود الحشد الشعبي وهذه الميليشيات التي تعتمد عليها في قمع الشعب العراقي المطالب بحقوقه وبحريته. اليوم هي التي تزودهم في هذه الأسلحة الفتاكة والقاتلة والمحرمة دوليا. منظمة العفو الدولية أكدت أن قنابل الغاز التي تستخدمها القوات الحكومية هي هجومية قتالية وليست مخصصة لتفريق المتظاهرين، حتى قياسا بالحجم هي أكبر من قنابل الغاز المسيلة للدموع الاعتيادية المستخدمة في أي دولة في العالم. يعني هل الحكومة تجهل هذه المعلومة أم تتعمد استخدام هكذا أسلحة؟ لا يمكن استخدام أي نوع من هذه القنابل بالخطأ أو بعدم معرفة هذه الأسلحة. هناك خبراء يتم توزيعها ولديها نشرة تؤثر على الأشخاص أو كم تطلق من الغازات القاتلة وما هو تأثيرها على الإنسان والحيوان والنبات وعلى القوى الحية. لذلك هذا الاستخدام يعني بأنه مقصود
ضد المتظاهرين من أجل إرهابهم ومن أجل منعهم من التظاهر ومن أجل إحداث أكبر يعني أكبر أذية في هؤلاء الناس من أجل أن يتفرقوا أو من أجل أن يعيدوا يعني الخوف. هذا ما استخدمه نظام بشار الأسد عندما كان الجيش الحر سيتقدم باتجاه دمشق وتم استخدام غاز الزارين وكذلك في خان شيخون وفي مناطق أخرى. وضحت الفكرة سيادة العقيد أحمد حمادة، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير العسكري، شكرا لك.